مساكم ابيض بخطين حمر لون تيشيرت نادينا الملكي العظيم، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا. برنامجنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الملكي نادي الزمالك، كمان اهم الاخبار المحليه والعالميه، ولكن بدايتنا زي كل يوم اهم عناوين الاخبار. صفقه جديده. الزمالك جوله حاسمه. نبيل دونجا زملكاوي. أستاذ علي بركة في ضيافة أخبارنا. موضوعنا النهاردة اللي حابين ناخد رأي حضراتكم فيه، إيه هو رأيكم في مقترح تأجيل مباراة الزمالك وبطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا؟ قولوا لنا كل آرائكم في الموضوع ده على السوشيال ميديا، وأكيد هنتكلم أيضا في الموضوع ده مع ضيفنا أستاذ علي بركة. خلاص كلها ايام وساعات، والزمالك عنده لقاء مهم جدا، لقاء حاسم جدا جدا، لقاء يخليك تكمل في شكل كبير في البطوله الاهم بالنسبه لنا السنه دي. ولكن قبل ما نتكلم عن اللقاء ده لازم نتكلم في حاجه مهمه جدا 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 النهارده في حلقه اليوم، وهي دي الاهم في الفتره الحاليه، هو محور مشكله اللعيبه الدوليين. طب ايه مشكله؟ لعبتنا راحت المنتخبات وعادي ما فيش مشكله. هديكم مثال قبل ما نتكلم في المشكله. منتخب تونس علشان يستدعي لعيبه منتخب تونس من نادي الزمالك عمل ايه؟ بعت فاكس لنادي الزمالك بيخاطب نادي الزمالك: مساء الخير، ازيكم؟ انا الاتحاد التونسي، محتاجين منكم فلان وعلان علشان يمثلوا منتخبهم في التوقف الدولي. الزمالك قال لهم شكرا جدا، موافقة، تفضلوا لاعبتكم، أكون عندكم حسب الميعاد. ده النظام، ده السيستم، ده الطبيعي. ولكن مش بكلم اللعيبة ألو عاملين إيه، بكرة هنتقابل في المعسكر. ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش. لازم يكون في اتفاق بين الاتحاد أيا كان دولة إيه، خلينا نتكلم بشكل عام، وبين النادي. في خطأ كبير، يعني خلونا نقول خطأ مقصود أو غير مقصود، يعني ناخد حسن النية نقول غير مقصود، تم ارتكابه هو استدعاء لعيبة نادي الزمالك لمنتخب مصر قبل مخاطبة نادي الزمالك رسميا. هنا مشكلة عند مين؟ برضو أنا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي، يعني مشكلة عند مين؟ هل المشكلة عند اللاعب إن هو راح من غير ما يتأكد جه فاكس للنادي ولا لأ؟ ولا هو جرت العادة إن الطبيعي طالما المنتخب بلغني يبقى هو بعت للنادي فاكس أو بعت للنادي خطاب أو في خطاب أو تواصل حصل بين النادي وبين الاتحاد؟ ولكن ده ما حصلش. ما ينفعش أي لاعب ينضم لأي منتخب قبل إجراء رسمي هو اختار النادي. ده أولاً. لنفترض مثلاً لاعب غاب عن المران، يعني صحينا النهارده رحنا التمرين، يلا يا جماعة فين اللعيبة؟ إيه ده؟ ده ما جوش. ما جوش ليه؟ أصل في معسكر. إيه معسكر؟ إيه ده معسكر تبعنا يعني إحنا عاملينه مش. فهل لو النادي النهاردة عمل عقوبة على اللعيبة يبقى النادي غلط؟ ما أنت حط نفسك مع كل الأطراف. تعال نفكر كده، لو أنت مع أي طرف النادي يعمل إيه؟ المدير الفني اللي عنده ماتش مهم جدا خلال كام يوم وعايز يفوز ويعبر لأدوار القادمة يعمل إيه؟ يفكر ازاي؟ هيبدأ يحط حلول لو هو عنده خبر بده. لنفترض مثلا حاجة تانية خالص، لا قدر الله، وده بتحصل كتير في ظل الإرهاق والإجهاد الموجود الفترة اللي فاتت على مدار موسمين ملتحمين، لاعب تعرض للإصابة، لاعب تعرض للإصابة وهو على قوة النادي بتاعه، مين اللي هيعالجه؟ مين اللي هيصرف؟ النادي ولا الاتحاد عشان كان مع المنتخب؟
طب النني ممكن لك انا اعالجه ليه؟ ما هو غاب من التمرين بتاعي رسمي. بيحط نفسي في مساءله كبيره جدا. الاهم من ده كله ان اتحاد الكره اللي المفروض ان هو كيان كبير جدا جدا واللي بيدافع عن حقوق الانديه المصريه، ازاي بقى الزمالك يلعب يوم 25 سبتمبر وهو عنده 6 لعيبه دوليين؟ يعني نص القوام مش موجود، نص القوام الاساسي مش موجود، والست لعيبه اللي اتاخدوا من نادي الزمالك اساسيين، يعني مثلا مش لعيب بيشارك نص ونص، لعيب بيشارك شويه وشويه، لا دي لعيبه اساسيه في القوام الاساسي لنادي الزمالك وكلنا عارفين ده. فالموضوع بيكون محتاجين بس تفسير بسيط. الزمالك عنده لقاء مهم جدا ولقاء يعني رسمي وعنده لعيبة دوليين مفروض يكونوا معاه، وكلنا مفروض هدفنا ان احنا نكون مع الزمالك عشان يفوز في لقاء العودة على إيليك كليتشادي بعد ما قدر الزمالك يفوز في الدور الاول بنفس اللعيبة دي اللي كانت معاه. الزمالك بيبحث عن فوز مهم عشان يروح دور 32. الزمالك عنده غيابات كبيرة، زيزو الونش وامام وفتوح وسيف الجزيري وحمزة المسلوسي، دول قوام اساسي، دول نادي الزمالك. وكان لازم اتحاد الكورة يبدأ ويكون عنده مبادرة للسعي وراء تأجيل اللقاء بشكل كبير، مش إقامتها بدون لاعيبة الزمالك الدوليين. وهل يتحمل الاتحاد بقى النتيجة؟ يعني أنا النهاردة الاتحاد يتحمل مني النتيجة؟ هو المسؤول؟ لا، مين المسؤول؟ هو الزمالك، الزمالك اللي يتحمل النتيجة. بصراحة قرارات غريبة جداً من اتحاد الكرة اللي احنا بنكن له كل الاحترام، ولكن لازم يكون في احترافية يا جماعة. احنا اول ناس بتطلع تشيد بأي قرار، اي قرار صح بنطلع نسقف ونقول برافو الله ايه الجمال ده، ولكن لما نحس ان في حد ما عملش دوره، حد ما عملش الواجب بتاعه، حد ما عملش المطلوب منه، يعني ايه السبب؟ يعني ايه اللي منعك تبعت الفاكس؟ ايه اللي منعك تخاطب نادي الزمالك؟ ايه اللي خلاك ما تفكرش ان الزمالك معاه لعيبته وعنده ماتش مهم رسمي؟ وكمان منتخب مصر عنده ماتش ودي. احنا كلنا حاطين منتخب مصر قبل كل شيء. منتخب مصر قبل كل الانديه. ولكن انا عندي ماتش رسمي والمنتخب عنده ماتش ودي. كفه مين اللي ترجع هنا؟ الماتش الرسمي اللي يوديني ادوار متقدمه مهمه جدا وانا رايح امثل مصر، ولا الماتش الودي مع منتخب لو لعبنا بالمنتخب الاولمبي هنكسبه؟ هنلاعب منتخبين ماتشين وديين، لو لعبناهم بالمنتخب الاولمبي هنكسب، لو لعبنا بمنتخب الشباب هنكسب، هنكسب. فايه الفكره؟ دلوقتي فيتوريا محتاج يشوف اللعيبه، محتاج يشوف امكانيات اللعيبه، ماشي مش دلوقتي. يعني اما الزمالك يلعب 25 خد اللعيبه بعد كده، 26 شوفهم وجربهم في الماتش التاني. انا مش هحط مقارنات، مش هقول اصل في فلان عمل وفي نادي قبل كده عمل وفي علان عمل، ماليش دعوه. انا هتكلم عن نادي الزمالك فقط. يعني كان الافضل ان اقول للزمالك انا عندي لقاء يوم كذا ويوم كذا. ايه رايك اللقاء بتاعك نحاول نأجله، ما تأجلش لعبتك تلعب معاك وتجيلي في اللقاء التاني مثلا. فكرة هي والله. وليه أصلا من البداية أنا عارف إن التوقيت ده هيكون فيه لقاءات أفريقيا، مخلي اللقاء يعني يا قبل بشوية يا بعد بشوية، وماتش الزمالك يبقى في النص ونساعد بعض. عارفين توقف دولي ليه مدة معينة، بس أحاول أساعد. بصراحة كان الله في عون جيزوالدو فيريرا مدير الفني النادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك، اللي مش بتتعامل بس مع الأجواء داخل الملعب، بتعامل مع كل الظروف، بتعامل مع كل حاجة. أنا مفروض داخل رحلة إعداد لموسم جديد اللي أصلا مفيش وقت، إن إحنا يدوبك شهر 10 هيبدأ عشان نبدأ الموسم الجديد اللي هو الدوري الجديد، وأصلا الموسم بدأ معايا من ماتش أفريقيا ولاعبتي ملحقتش تاخد أجازة أسبوع، ورجعنا رحنا شرفنا مصر
فافتتاح استاد لوسيل امام الهلال، ورجعنا عندنا لقاء في افريقيا، هنرجع عندنا لعبتنا داخله معسكر منتخب مصر، هترجع تلعب عندنا الدوري، وفي في النص السوبر المصري في الامارات. ايه الزمالك مش بس بيحارب داخل الملعب، لا بيحارب كل الظروف، ومطلوب في الاخر انك تكسب كل الماتشات وكل البطولات، والوضع صعب جدا، الوضع صعب جدا جدا جدا. الماتش يبدو سهل على فكرة، والفريق التاني ايضا عنده لعيبة هتكون في منتخبه، ولكن انا من حقي اكون بلعبتي كاملة. رغم كل ده هرجع اقول انا الزمالك، انا الزمالك اللي هنزل مركز بكامل قوتي، مهما مين كان معايا من اللعيبه، مين ما كانش معايا من اللعيبه، هنزل هشتغل معايا لعيبه عاليه جدا، معايا جوالدو فريرا ان شاء الله يبدا يعوض ده. ولكن كان استغرابنا الوحيد ان ليه ما كانش في خطاب بس. الزمالك عمره ما هيقول لمنتخب مصر ما تاخدش اللعيبه على فكره، ولكن علشان عندنا مواجهه حاسمه جدا هتجمعنا مع بطل تشاد، وان شاء الله مهما كانت الظروف هنفوز ايضا في لقاء العودة ونروح للدور ال 32. تعالوا نشوف التقرير معانا ده عن اللقاء الحاسم ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. في ظروف استثنائية غير عادية يخوض الزمالك بعد أيام قليلة مباراته الرسمية الثانية في موسم 2022-2023 بمواجهة إلكتل تشادي في إياب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا بحثا عن فوزا جديدا، وإلى الآن لم يتم تأجيل لقاء يقام في عز الأجندة الدولية للمنتخبات، والزمالك يفتقد العديد من لاعبيه الدوليين ممن تم اختيارهم في منتخبي مصر وتونس. غيابات كبرى في الزمالك يتصدرها أحمد سيد زيزو هداف الفريق، وإمام عاشور وأحمد فتوح ومحمود الونش المختارين من جانب مدرب منتخب مصر في قائمته. ينضم لهم نجمي منتخب تونس حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري استعدادا لكأس العالم 2022. الزمالك إلى الآن يخوض المباراة المقبلة أمام إلكت ب13 لاعبا في مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف رؤى ويوسف نبيه وسيف جعفر وسيد نيمار، وإلى جانب هؤلاء محمد عواد حارس المرمى المميز والأفضل في مصر خلال موسم 2022، وذلك بحثاً عن مواصلة رحلة إسعاد جماهير الزمالك وحصد فوزاً ثانياً يحسم به التأهل. الزمالك ذهاباً نجح في تحقيق فوزاً مستحقاً على إلكت بهدفين مقابل لا شيء سجلهما شيكابالا وزيزو، ودشن ضربة بداية جميلة في رحلة دور الأبطال. ووسط هذه الأجواء الصعبة سيخوض الزمالك لقاء إلكت ما لم يصدر قراراً يراه الجميع منطقياً وعادلاً، وهو تأجيل المباراة لحين انتهاء أجندة المنتخبات الدولية. اهلا بحضراتكم من جديد، وبدايه اخبارنا مع اخبار نادي الزمالك. واعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز السابق، وكمان مع المدافع القوي مصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش السابق. ونشرت الصفحه الرسميه لنادي الزمالك صوره للاعبين الجدد، طبعا صوره محترمه جدا، والزمالك على السوشيال ميديا زي ما قلت لكم عامل قوه كبيرة جدا وعبارات ترحيب للعيبة قائلة مصطفى الزناري ونبيل دونجا هنا باللون الأبيض، ونجح المستشار مرتضى منصور في الاتفاق مع مسؤولي طلائع الجيش على حسم الصفقة في الفترة الماضية لينضم الزناري رسميا للقلعة البيضاء. وكان مصطفى الزناري وقع على عقود انتقال الزمالك في جلسة جمعته بأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء. وقال دونجا كمان عبر حسابه على الانستجرام: حلم تحول إلى حقيقة، دائما كان الزمالك الاختيار الأول، والآن لا خيار سوى الدفاع عن ألوان الزمالك وإسعاد الجماهير الأعظم في مصر. والفيديو بصراحة اللي كان تقديم لدونجا كان حلو جدا جدا جدا. أنا بقول لكم السوشيال ميديا بتاعت الزمالك بتعمل عظمة بصراحة، وكده الناس اطمنت على خط نص الزمالك. يعني عندك إمام وعندك رؤى كانوا موجودين ماشيين بشكل كويس جدا، ضفت لهم في خط النص زكريا الوردي، وضفت كمان دونجا، بقى عندك لعيب ست قوي زي دونجا، عندك كمان زكريا الوردي بيلعب 8 بشكل جيد ويجيد ايضا 6، فانت بقى عندك حلول في المكان ده.
احنا شفنا السنة اللي فاتت كان فريرا ساعات بيضطر في حالة ان حد يجيله اجهاد في خط النص او عايز يقفل اكتر او حد ياخد اكتر من انذار او ايقاف، كان بيلاعب عبد الغني. رقم 6، عبد الغني اجاد وظهر بشكل جيد جدا، لكن لما تجيب لاعب مميز في المكان ده فاكيد بتكون حاجة مهمة، وكمان الاهم ان هو زملكاوي جدا فاكيد هيلعب بروح نادي الزمالك. ومناسبة الكلام عن المنضم حديثا لنادي الزمالك دونجا اللي اصبح زملكاوي يعني وان شاء الله يتألق بشكل كبير، تعالوا نروح نشوف التقرير ده عن مسمار خط نص الزمالك الجديد ونرجع نكمل كلامنا. نبيل دونجا زملكاوي، خبر سعيد. اسعد الزملكاوية امس مع اعلان مهندس الصفقات الكبرى امير مرتضى المشرف على الكرة بضم دونجا الى صفوف الابيض. نبيل دونجا مسمار الوسط، رجل الأدوار الصعبة، محور الارتكاز النموذجي. دونجا زملكاوي حتى النخاع، بطل صفقة من أهم صفقات ميركاتو 2022، صفقة انتظرتها جماهير الزمالك طويلاً. لمع دونجا في آخر 4 سنوات مع بيراميدز، ساهم في حصول فريقه على وصافة الدوري الموسم الماضي، وفي نفس الوقت حاز على مقعداً في المربع الذهبي 3 مرات، شارك أساسياً مع كل مدربيه السابقين ونال ثقتهم مثل رامون دياز وتيكس جونيوس وسباستيان دي سابرا. يمتاز نبيل دونجا بالقدرة على تنفيذ الضغط على منافسه وغلق منطقة العمق، وبدون احتكاك عنيف يستحوذ على الكرة، وفي نفس الوقت لاعب قادر على بناء الهجمات، ومهاراته وسرعته كبيرة، ويمتلك ميزة التسديد القوي من مسافات بعيدة، وقدرات رائعة على التسجيل وهز الشباك. وتواجد ضمن تشكيلة منتخب مصر مع أكثر من مدرب مثل أجيري وحسام البدري وإيهاب جلال، وأهم ما يميزه شخصيته القوية وانتمائه المعروف للزمالك الذي حسم صفقة انتقاله من بيراميدز، وفي نفس الوقت يمتلك القدرة على العطاء لعدة سنوات، ولديه حلول تكتيكية داخل الملعب من النوع المفضل لدى المدربين، ويمتاز بالانضباط التكتيكي وتنفيذ تعليمات مدربيه على أفضل ما يكون. وجاء خبر ضمه للزمالك ليصنع سعادة زملكاوية كبيرة، فأهلا بالنجم دونجا في مدرسة الفن والهندسة. نروح لفريقنا اللي واصل استعداداته لمباراة الكتريتشادي المقرر إقامتها يوم الحد المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. التدريب كان فيه تركيز كبير جدا جدا، وشهد يعني حاجة ما قلناهاش بقالنا كتير، رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة. كان دايما نقول فريرا بيعمل استشفاء، فريرا بيحاول ينزل بالحمل البدني، مش قادر يزود بدني علشان في ضغط مباريات، ولكن الماتش اللي فات كان من تقريبا أسبوع، هيقعد أسبوع لحد ما يلعب الماتش اللي جاي، ففكرة في أسبوع بين اللقاء والتاني فممكن أقدر أرفع حمل البدني وأعمل استشفاء وأشتغل تاكتكس كمان، وإن شاء الله نقدر نحسم اللقاء هنا والصعود من القاهرة. لسه مكملين أخبار نادينا اللي ينتظر رد من اتحاد الكرة المصري بخصوص عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق، خصوصا أن القائمة الإفريقية فيها 14 لاعب من ضمنهم 3 حراس مرمى. يعني الزمالك داخل القائمة اللي جاية في اللقاء اللي جاي مع 14 لاعب من ضمنهم 3 حراسة مرمى، وده بيسبب أزمة كبيرة جدا لفريرا قدام بطل تشاد. عندك حلول كتير ممكن تحصل، عندك أفكار كتير ممكن تحصل، عندنا كل حاجة ممكن تحصل، ممكن نقدر نفوز في اللقاء ده بنتيجة كبيرة، ولكن أنا مش عايز أسيب حاجة لمحض الصدفة، مش عايز أسيب حاجة يعني زي ما تيجي تيجي، لا، ماتش مهم وماتش مصيري لنادي الزمالك. نروح لفريرا اللي طالب اللاعبين بالتركيز على الفور في مباراة الكتريتشادي اللي هتقام يوم الحد اللي جاي مهما كانت الظروف. هنا بقى يجي دور المدير الفني الكبير، مدير فني مخضرم ما عندوش أي حاجة للأعذار، مع إن عنده عذر أهو، ده أي حد يتمنى حاجة زي كده، دي شماعة كبيرة يعلق عليها أي حاجة. الراجل قال لك لا مفيش عذر، قال لك ما عنديش مشكلة، لو أخدوا أي لاعب هلعب، لو في مشاكل هلعب، لو عندي بعض الأزمات هنشتغل، وبيحمس لاعبته وبيتكلم معاهم
وبيشتغل في اكتر من شكل في الملعب وبيحول اداء بعض اللاعبين، وده هقوله لحضراتكم في الخبر اللي جاي، وطالبهم كمان بعدم النظر لنتيجه اللقاء اللي فات، وكل مره بيقول لهم يا جماعه ننسى اللي احنا كسبنا 2-0، احنا عايزين نكسب كمان في اللقاء اللي جاي. مفيش هزار، مفيش وقت ابدا. وكمان فيريرا زي ما بقول لكم بدا يعدل اوضاع بعض اللاعبين في الملعب. طب زي مين؟ مين اللاعب اللي ممكن يستغله ويلعب بيه في اكتر من مكان؟ هو سيد نيمار. سيد نيمار بدا الراجل يعمل معاه جلسه واتكلم معاه، جلسه كانت سريعه يعني على هامش التدريب، اتكلم معاه ان هو ليه دور مهم جدا جدا في اللقاء اللي جاي. قال له انت اللقاء اللي جاي ليك اهميه كبيره في الملعب، انك تقدر تربط الخطوط ببعضها. فريرا قال له لازم انت اللي هتشتغل على الحته دي، كمان اشتغل عليها في التدريب ووقفه اكتر من مره، صحح بعض الاخطاء اللي وقع فيها، وكمان اتكلم معاه على بعض الاخطاء اللي عملها مؤخرا في اللقاءات، وقال له محتاجك تبذل مجهود اكتر من كده بكتير، محتاجك تطلع في الملعب مجهود اكبر، محتاجك تشتغل اكتر جوه الملعب، وطبعا ده عشان مصلحه نادي الزمالك. وقال له كمان لازم تحافظ على مستواك، بل مستوى يكون في تصاعد وفي تزايد. طبعا نادي الزمالك بيستعد بشكل كبير للقاء اللي جاي، نادي الزمالك مهما كانت الظروف اللقاء ان شاء الله هيكون لنادي الزمالك. بعد ما اطمننا على اخبار نادينا خلونا نروح شوف معانا النهارده من اخبار متنوعه. نبدا اخبارنا المتنوعه من اتحاد الكره، واعلن اتحاد الكره طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر امام النيجر والايبيريا المحدد لهما يوم 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد اسكندريه بحضور 5000 مشجع. ويواصل المنتخب الوطني تدريباته بكامل نجومه بعد انضمام المحترفين ولاعيبه الزمالك استعدادا لوديه النيجر المقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه. طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني من جهازه المعاون تسجيلا لكل حاجه عن منتخب النيجر، اللي هم عايز تسجيلات لاخر لقاءاتهم امام اوغندا وامام تنزانيا في تصفيات امم افريقيا الحاليه لدراسه المنافس عن قرب، وكمان قبل المواجهه بتاعه الفريقين. اكيد هو عارف ان هو منتخب في المتناول ولكن لازم يكون جاهز. فيتوريا بيسعى ان هو يوصل لافضل شكل ممكن لمنتخب مصر. فيتوريا عايز يحط ايده على التشكيل الاساسي. الراجل فيه اسماء كتير مميزه، فيه اسماء كتير قويه، الراجل اتكلم عن طبيعه اللعب المصري، قال مصر فيها امكانيات وفيها قماشه جيده، وده من حسن حظه. من حسن حظه ان هو جاي بعد فتره حصل فيها اكتر من تجربه، حصل فيها اكتر من اعداد، حصل فيها اكتر من عمليه بحث عن لاعبين في بعض المراكز. يعني فيتوريا لو جه من كام سنه كان في مراكز عندنا ما فيهاش بصراحه، تعالى نتكلم بصراحه. لكن حاليا خط النص عندي تمام، دفاعي تمام، حراسه المرمى تمام، خط الهجوم تمام في ظل وجود بعض اللاعبين. يمكن لو اتكلمنا على مركز في مشاكل هيكون الباك رايت، يعني الباك رايت هو اللي لسه ما فيش حد تقول هو ده باك رايت منتخب مصر. من بعد صراحه من بعد احمد فتحي، خلينا نتكلم من بعد احمد فتحي ما تقولش مين باك رايت قوي، كان في اكرم جه شويه واكرم ده مش مكانه، ولكن تألق فيه، جات له اصابه قويه، ولكن مش حتته، دي مش منطقته. عمر بيلعبها شويه، عمر جابر، ولكن عمر هجومي اكتر، يعني عمر تعتمد عليه في بعض الاجزاء الهجوميه. عمر ممكن يلعب في خط نص يميل اكتر في ظهر صلاح، وعمر باك رايت جيد ولكن ما ثبتش رجله مع منتخب مصر. هل يقدر فيتوريا يخرج افضل ما عنده في اللقاء او افضل ما عنده في المنتخب؟ اتمنى. عمر لعيب كبير جدا، وعمر جابر من اللعيبه القويه جدا، ويقدر يكون في المكان ده من اللعيبه المؤثره، ويقدر يكون في المكان ده من اللعيبه القويه جدا. عمر كمان عبد الواحد لعبها مع كيروش ولكن عنده بعض المشاكل في الوقفات والحركه، ان برده مش حتته بنسبه 100%. امام عاشور لعبها مع كيروش، بصوا كام لاعب لعب في الحته دي، بصوا في الفتره اللي فاتت مع كيروش بس كام لاعب لعب في الحته دي، كتير. اكرم توفيق، عمر جابر، وعمر كمال عبد الواحد، وكمان امام عاشور، الاربعه لعبوا في الحته دي، والاربعه اجادوا، ما حدش يقدر يقول ان فيهم حد وحش. ولكن لما بيكون في حد ده مركزه، حافظ حركاته، حافظ تحركاته، حافظ ازاي يعمل تغطيه عكسيه، بيسهل على اللي حواليه في الملعب،
وبيسهل كمان على المدير الفني، ولكن إن شاء الله نقدر نوصل لبعض الحلول. لعبتنا كلها رجالة، وأنا يعني متفائل في الفترة اللي جاية إن شاء الله مع فيتوريا. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف زيادة جائزة مسابقات الأندية الإفريقية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل. من المقرر أن يحصل الفائز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا على 3.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 1,750,000 دولار، ويحصل على طرفي نصف النهائي الخاسرين على 1,000,000 دولار لكل فريق، كما ستحصل الفرق التي تصل على مربع إلى ربع النهائي إلى 800,000 دولار. في المقابل سيحصل بطل كأس الكونفدرالية على 2,000,000 دولار بدلا من 1,500,000 دولار، ونسبة زيادة 30% للوصيف والفرق الخاسرة في دور النصف النهائي والربع النهائي. نروح لغزل المحلة وحد بمسؤول غزل المحلة. مبلغ 15 مليون جنيه لبيع مهاجم الفريق عبدو يحيى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويعد عبدو يحيى من أفضل عناصر غزل المحلة، حيث شارك في جميع مباريات الدوري وتمكن من تسجيل 13 هدف وساهم في وصول الفريق إلى النهائي بطولة كأس رابطة الأندية. نروح لبورسعيد تحديدا عند النادي المصري. يعني النادي المصري يواصل شغل كبير جدا تحت قيادة فنية جديدة للكابتن إيهاب جلال استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد انضمام صفقات جديدة للفريق، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن استعادة مكانته بين الكبار وحسم بعض المراكز المتقدمة في الدوري ويوصل لأبعد مدى في الكاس وبقية البطولات. وحسم 9 صفقات حتى الآن، وتعاقد النادي المصري مع الجزائريين عبد الرحيم ضغموم وعماد الدين بوبكر، مع حارس محمود جاد ومروان حمدي والغاني أنتوني، وكمان حسين السيد الظهير وعمرو سعداوي ومحمد دبشة، وأخيرا المهاجم الكاميروني فرانك إيتوجا. خلينا نروح لنادي مصر المقاصة. وافق مسؤول نادي مصر المقاصة على بيع محمد محسن ليلى لاعب وسط الفريق إلى نادي مقاولين العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم ذئاب الجبل في الموسم المقبل بالدوري الممتاز. أيضا لسه مع مصر المقاصة، واستقر مسؤول نادي المقاصة على تكليف كابتن طارق حجاجة مدرب العام في الجهاز الفني السابق على تولي القيادة الفنية للفريق خلال مشاركته في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل. واعتذر كابتن عيب مرزيق عن استمرار في القيادة الفنية لنادي المقاصة في دوري القسم الثاني نظرا لصعوبة المنافسة على العودة إلى الدوري الممتاز، ورغبته في قيادة فريق عنده طموحات في المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز. يجتمع كابتن محمد عمر المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري مع المدير الفني الصربي زوران مينولوفيتش من أجل وضع خرائط للطريق الفترة اللي جاية، وكمان وضع اللائحة المالية للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد. وأكد المدير الرياضي أن الأهداف اللي سوف يضعها المدير الفني الصربي هي من سيحددها اللائحة الجديدة، يعني هيقعدوا مع بعض علشان يبدأوا يعملوا لائحة جديدة للفريق وجاي لائحة عملية كمان، ويحددوا أهدافهم في المرحلة الجديدة، حيث هل ينافس الفريق على مربع ذهبي أو سيكون الهدف البقاء في المنطقة الآمنة، ولكل هدف لائحة مختلفة. كلام محترم جدا، والفترة الجاية إن شاء الله يكون عندهم شكل كبير، والنادي الاتحاد من الأندية القوية، ونتمنى كل الأندية تظهر بشكل قوي جدا تحديدا الأندية الجماهيرية. أنا فرحان إن أنا شايف الأندية الجماهيرية فترة الانتقالات دي عاملة شغل حلو. مصري الاتحاد المحلة عمل برضو بعض الشغل، أسوان جاي بشكل كبير، عندك كمان الإسماعيلي. أنا مبسوط كل ما أشوف نادي جماهيري بيرجع تاني ويدعم صفوفه، وإن شاء الله يرجعوا لقوتهم اللي احنا عارفينها. خلونا نطلع فاصل سريع علشان نستقبل ضيفنا الناقد الرياضي أستاذ علي بركة، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا منورنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير استاذ علي بركه. اهلا بيك يا فندم، منورني كالعاده. اهلا بحضرتك وبجميع الساده المشاهدين. يعني احنا
غصب عننا لازم نبتسم، ولازم يكون في أمل، ولازم نفضل نحارب ونفضل نكافح ونفضل نشتغل رغم كل الظروف اللي فيها نادي الزمالك، لعبته في المنتخب، ودي قضية هنتكلم فيها، وفريرة ممكن يعمل ايه. ثانيا، الناس كلها بتدعم، ولكن في وسط كل التدعيمات دي يجي حجز على أرصدة نادي الزمالك. شايف ده كله ازاي، وازاي الزمالك يشتغل في ظل ده كله؟ والله بالنسبة لموضوع فرقة الكورة، يعني أنا الحقيقة حزين لسبب، إحنا في مشكلة كبيرة جدا 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 ولها بدائل كثيرة جدا جدا جدا. يعني مثلا حضرتك عندك 27 لعيب هو مختارهم، لازم ال 27 هيشوفهم وإلا ما ينفعش مختارهم. ليه؟ ده على فيتوريا. على فيتوريا، أنا بتكلم على المنتخب الوطني. طيب عندك ماتش يوم 23 وماتش يوم 27 صحيح. والزمالك هيلعب يوم 25. واخد بال حضرتك انت مشكلتك ايه في نادي الزمالك؟ مشكلتك انه لو لا قدر الله لعيب اصيب ملوش بديل، يعني بتكمل ال 11 بالعافيه، ان هم 14 واحد او 13 فيهم ثلاث حراس مرمى. صحيح. يعني ده معناه انك ما عندكش اي، هم 14 لاعب في القايمه معايا بدون الدوليين فيهم ثلاث حراس مرمى. احنا بنتكلم على اللي هم اللي يقدر اللي يلعب بيهم الزمالك الماتش الجاي بالظبط. طب خدهم حتى يوم 25 بعد الماتش، يعني بتكلم على انك انت ممكن تخرجهم يقعدوا احتياطي، يعني يبقى في حتى مجال لانك انت تستفيد منهم. لو لا قدر الله انت مشكلتك حتكتهم. يبقى انت مشكلتك في ايه؟ انت مشكلتك لو حصلت اصابات، لا قدر الله حصل طرد، حصل حاجه، ما عندكش حتى لعيب هتلعب ناقص. فادي حاجه، ده مثلا حل من الحلول البديله. حل تاني انك انت ممكن تشركهم يوم 23 وهم متعودين يلعبوا كل 48 ساعه، ممكن جدا تشركهم يوم 23 وتسيبهم ويرجعوا 25. هل ممكن يحصل؟ انا بتكلم برضو بالمنطق، انا بتكلم ممكن جدا تسيبهم يلعبوا 25 ويرجعوا لك 27. وده كان اقرب حاجه، يعني تخيلت ده كان ممكن يحصل. الزمالك يلعب وبالليل يروح المعسكر بعد الماتش، يطلع من الماتش على المعسكر. بالظبط، يعني اللي انا قصدي عليه. وخلي بالك برضو وارد جدا انه المجموعه اللي عندك هم كام واحد؟ خمسه مثلا، يعني الخمسه دول هيخرجوا مش هيلعبوا، ممكن ما يلعبوش في ماتش الزمالك، بس صحيح. يبقوا على الاقل خالص مأمنينك نفسيا. صح. لو لا قدر الله في اي مشكله، اي يعني اللي انا قصدي عليه انها ازمه امني، بس انا محتاج اتامن. انا مش هلعب ب 11 لاعب فقط في الملعب. بالزبط. لو حصل اي حاجه لا قدر الله مش هكون جاهز. يعني عايز اقول لسيادتك انها ازمه من غير لازمه، يعني انت كنت تقدر، مش يعني الاتحاد حلو ازمه بدون لازمه دي، يعني تقدر تحلها وتحلها ببساطه، لكن تسيب الناس كده وتتعنت، دي بتهيألي مساله صعبه. ولذلك هنا عايز اقول لابد من دور للكابتن حازم امام، يعني حازم امام تحديدا عليه مسؤوليه تاريخيه في مثل هذه المواقف. انا بسمع عماد متعب لما بيقعد يتكلم ويقول لك انا مندوب النادي الاهلي في رابطه الانديه، ما بسمعش الاستاذ خالد رفعت يقول الكلمه دي، يعني اللي هو ابن الزمالك، مندوب يعني عندنا. مش مندوب، يعني وصلت لمرحله ان هو بيقول انا مندوب، يعني بما معناه انه انا جاي بوصل صوت. يعني بس يمكن شويه عشان ربطة الانديه في كل نادي ممكن يقول فلان هيمثلني في الحته الفلانيه، لكن الاتحاد مختلف. انا ما اقصدش المعنى ده، انا اقصد اقول ان هو بيوصل الصوت، بيوصل المشكله، عمق المشكله، بيدافع، بيوصل الصوت، وفي نفس الوقت بيبقى واصل لمتخذ القرار مباشره. انت معايا حضرتك؟ يعني انت لو عايز توصل لمتخذ القرار ممكن تغيب. هو ما بيغيبش، هو يدخل فورا ويقول ويحكي. صح. فأنا الحقيقة شايف الناس يعني سايبين نادي الزمالك في موقف لا موقف ضبابي، يعني مش عارفين لسه ايه اللي ممكن يحصل. وده على فكرة برضو بيوتر في أعصاب اللعيبة وأعصاب الإداريين، يعني أنا متأكد إن لو حضرتك لعيبة وإداريين وإدارة وجهاز فني وجماهير لأن برضو الانطباع اللي بعض الناس واخداه إن فريق البطل تشاد فريق متواضع، هو مش متواضع، يعني عنده أبجديات، وبالتأكيد لو لعب بعدد، لو هو عنده فهم عارف الحدوتة وعارف ان انت بتلعب بدون احتياطي
هيبقى كل هم لعيبته انها تعمل تعمل اصابات للعيبه. وعلى فكره كان لعيبته اللي بيلعبوا هناك اجريسيف، هو طريقه لعبهم اصلا فيها عنف شويه. بالظبط بالظبط، افريقيه ممكن تقول انها افريقيه. بس احنا افارقه برضه، فما رضيتش اقول افريقيه عشان افريقيه تعامل. اصل بصراحه ساعات بحس فكره لما يكون اي حتى منتخب افريقي بيلعب منتخب اوروبي فبيطلعوا يقولوا بدنيا الافارقه اشرس، ما بقتش موجوده يعني. ساعات بحس ان هم في عمر بس مش دي طبيعه اللعب هناك. ساعات بحس ان الاضعف بيحاول يوقف باي شكل. انا مختلف مع حضرتك لاني سافرت تقريبا افريقيا كلها. لا الوضع مختلف، افريقيا السمراء بيبقوا اقوياء جدا جدا بالفطره. معروف عن كره شمال افريقيا ان فيها فنيات عاليه شويه، حرفنه شويه، وفيها حرفنه. دي مساله بتبقى يعني بديهيه، ولذلك نادر جدا جدا لما تلاقي لعيب من افريقيا السمراء عنده مهارات فرديه عاليه. يعني تلاقيه هتلاقي مثلا ايه جورج وايا، مش عارف يعني حاجات ايه نادره جدا اللي هي يجمع ما بين الجيل الحالي يعني فيها طفرات. بالظبط. اوكي، طب الازمه الثانيه يعني ازمه الارصده، الزمالك هيعمل ايه هنا؟ والله هنا شوف هنا انا ما اعرفش. انا في موضوع الارصده ده انا مندهش من اشياء كثيره جدا جدا. يعني اولا الاستاذ ممدوح عباس بيطالب بفلوسه بعد 14 سنه. نمرة اتنين انه انا اعرف طبعا في كل الانديه بما فيها الدرجه الثانيه والثالثه واحيانا الرابعه كمان بيبقى في حد راس مالي بيدعم. ما سمعتش ابدا عن حد بيروح ويطلب ويعمل شيكات. وبعدين ازاي برضو ما تاخذنيش يا استاذ محمد، دي برضو عوار في اللايحه. ازاي انا لابس جاكيت حاطط في جيبي الشمال دفتر شيكات باعتبار ان انا رئيس نادي كذا، وفي الدفتر اليمين حاطط دفتر وفي الجيب اليمين حاطط دفتر شيكات بان انا رجل الاعمال الفلاني. اطلع الشيك من هنا وامضيه لده، واطلع الشيك من هنا وامضيه لده. ايه ده يعني؟ ازاي؟ ايه ده؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين انا طبعا لم ارى الشيكات وكده. هو اللي انا عرفته ان بعض الشيكات كانت بعد ان ترك المسؤول مسؤوليته. انا يعني بتالي ليه وكان سياده المستشار عمل مؤتمر وبين ان في كل الحاجات تم رد. لا يمكن تم رد القروض ورد الفلوس، ولا يمكن المستشار هيمضي له على الـ على على الشيكات. ازاي التوقيتات ماشيه كده؟ ازاي يعني حاجات كتيره. اضافه بقى جنب ده كله انه هو قرض حسن وتم رده بالظبط بالادله وبالمستندات. قلت تابعناها كلنا في المؤتمر يوم الاربعاء. بالظبط. انا زي ما قلت لسيادتك قبل كده انا مش قانوني، ما بفهمش في القانون، لكن بالتاكيد انه توقيت تنفيذ الحجز يعني انا عايز اقول ايه، انت بتعمل كده ليه ولمين؟ انت راجل بتقول انا زملكاوي درجه ثالثه، انا بدوب عشقا لنادي الزمالك. تكون النتيجه ايه يا فندم؟ انه اجي اعطل ده. طب انا ضد، وخلي بال حضرتك انا اسف في اللي بقوله ده، هو اراد ان يكون خصما لشخص واحد اسمه مرتضى منصور. فاذا ب90 مليون مرتضى منصور يطلعوا يقفوا ورا بعض صف واحد يبقوا ضد هذا الرجل. يعني الدعم الجماهيري الناس كلها. اصل انت برضو انت ممكن جدا يبقى في خلاف بينك وبين شخص ما، بس ما ينفعش انك انت تهاجم بهذه. هو اتفاجئ ب في رفض فعل جماهير الزمالك، رفض شعبي. ولذلك لو سيادتك شفت العامله اللي كانت بتتكلم امبارح، طبعا شفت طبعا، بتتكلم من قلبها. انا يمكن عشان بروح النادي وبقعد كتير وكده، في والله العظيم والله على ما اقوله شهيد، واحد بيحكي لي العمال لما بيشوفوني احيانا بيسالوني اذا كان في ايه، ما تعرفش المنحه امتى، ما تعرفش مش عارف ايه حاجات كده. ففيهم واحد كان موظف في الامن، فبيقول لي ما تعرفش ايه الاخبار، ما تعرفش ايه الحكايه، في حديقه انا بقعد فيها اسمها حديقه اللواء سيد مشعل. الراجل جاي بيكلمني وبيقول لي والله احنا كنا عاملين حسابنا هنجيب لحمه في البيت والعيال والبتاع. كلام التزامات، التزامات. لا يعني كلام مؤثر جدا طبعا. يعني عندما تنحصر كل طموحات هذا الموظف البسيط
في انه ياكل لحمه فاكله في اكله وشربه. هو بيقول لي وعده مع العيال. لا يا مصر هم مشكله في نادي الزمالك. الموضوع مش فقط برضه الناس تبقى فاهمه، الموضوع مش فقط الارصده دي مش بتخدم على كره القدم فقط، الارصده دي بتخدم على نادي كل الزمالك يا فندم، كل اوجه الانفاق، على كل قطاعات النادي، كل على كل الادارات الإنفاق. على العاملين داخل النادي ان هم يستحقوا اجورهم الشهريه قبل اي حد وقبل اللعيبه كلهم. ما انا بقول لحضرتك، وخاصه ان ده موسم، موسم الدراسه والالتزامات وحاجات زي كده اهو. تخيل حضرتك لما تلاقي الناس دي كلها ماشيه وبتطلع كل اللي جواها، يعني عايز اقول ايه، تحس حتى الدعاء والحسبنه على الشخص نفسه وكده اهو، تحس انها طالعه فيها صدق وفيها يعني اقول ايه، بس يعني انا مش فاهم ايه في الاخر خالص مين هياخد ايه. وده برضو بيطرح سؤال مهم قوي الحقيقه، انا مش عايز اطرحه دلوقتي لكن ممكن اطرحه بعدين، لانه الاستاذ ممدوح عباس يعني شفته من حوالي 7-8 سنين في ندوه في الاهرام، وكان ماسك، كان الاستاذ حاتم الشربيني زميلنا كان عن يعني مستضيفه، وانا قابلته وسلمت عليه، وكان ماسك عكاز، وكان يعني واضح جدا ان هو في حاله صعبه جدا. فسالته قلت له حضرتك هتخش في الانتخابات؟ قال لي لا انا خلاص انا كده يعني صحيا ما عدتش قادر وحاجات زي كده. فانا بقول لو بعد 7-8 سنين انا بحس انه في حد اخر غيره هو اللي بيقود ده، لانه اعدى اعداء الاستاذ ممدوح عباس مش هيعمل فيه زي ما هو عمل في نفسه. انا بشك ان يكون هو اللي بياخد القرارات، ممكن لازم يكون حد بينبهه التوقيتات دي توقيتات مش مناسبه، التوقيتات دي هتدخلك في مواجهه مع ملايين الملايين من جماهير نادي الزمالك اللي انت بتحبه، واخد بال حضرتك؟ لكن ما تقنعنيش باي حال من الاحوال ان اللي بيحصل ده طبيعي، بتجيب لي ورق وتخلص لي مش عارف ايه، وبعدين 14 سنه بعد 14 سنه جاي تكلمني على قرض حسن تم رده بالفعل. يعني ان شاء الله الازمه هتتحل، وكلنا ثقه في اداره نادي الزمالك وفي رئاسه المستشار الموضوع هيتحل وكل حاجه ترجع زي ما كانت واحسن. ده مؤكد يعني. انا شوف حضرتك، انا وانا بكلمك دلوقتي فرقه الكوره وفريق الكوره والموضوع اللي كنا بنتكلم فيه ده هيتحل، دي مساله لازم تبقى مطمن لها، واخد بالك؟ موضوع الحجز والأرصدة ده برضو هيتحل. أنا بس عايز قبل ما نقفل الموضوع ده طبعا أقول لحضرتك، في أقول لجماهير نادي الزمالك الملايين من محبي ومشجعي نادي الزمالك، احفظوا الاسم ده عندكم، محمد الأتربي، هو رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر. هذا الرجل سوف يخلده التاريخ. أنا مش هتكلم كتير لكن هقول إنه من الناس المهمين جدا جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتهم لنادي الزمالك. كلام محترم جدا، وان شاء الله الفترة الجاية كل الازمات دي هتعدي، ورغم كل الازمات الزمالك مكمل، ومكمل في الصفقات، اعلان اخر صفقتين دونجا وكمان اعلان مصطفى الزناري. شايف ازاي اضافة الاتنين لعيبة دول لصفقات الزمالك الجديدة؟ هو انا عايز اقول لحضرتك ان في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول اسم دونجا دايما كان بيتردد مرتبط بالزمالك دايما في اي فترة انتقالات، اي فترة انتقالات كان اسم دونجا بيتقال. والولد الحقيقة زملكاوي 100%، وغير حكاية زملكاوي برضو تحس انه في يمكن انا كنت اتكلمت مع حضرتك مرة قبل كده، كنا بنتكلم عن زيزو وبنتكلم عن احد اللاعبين الاخرين اللي هربوا وبتاع، قلت لك في فرق في التعليم، فرق في الثقافة، عقلية في العقلية دي بتخلي الشخصية نفسها بتخليك تتعاطف مع صاحبها. فحتى تصريحات الولد فيها اتزان وفيها احترام وفيها رقي، وتحس فعلا انه شخصيته ماشية مع شخصية نادي الزمالك. صح، هيكون لي إضافة قوية في خط نص الزمالك جنب إمام عاشور وجنب زكريا الوردي، متهيألي الجماهير اطمنت على مركز خط النص، يعني مفيش كلام تاني. وقبلهم رؤى، لو رؤى طبعا موجود. رؤى موجود طبعا. يعني اللي أنا قصدي عليه ميزة نادي الزمالك وعظمة نادي الزمالك إنه ما بيوقفش على حد طبعا، يعني وبالذات في عصر فيريرا، يعني كمدير فني راجل بيخطط ويشوف ويعرف ازاي يستفيد من اللعيبه، مشي طارق حامد الدنيا. بعض الناس طبعا يعني انا احيانا بلوم الجمهور ان هو بيندفع قوي،
واخد بال حضرتك؟ الجمهور دايما بيروح ورا العاطفه، بيروح دايما عاطفي و... ده في ناس انا قعدت اقرا لهم مره، انا ماليش قوي بصراحه، وانت عارف الموضوع ده، ماليش خالص في موضوع السوشيال ميديا ده. لازم حد يجي يوريني. قعدت اقرا واخد بال حضرتك على بعد رحيل طارق حامد، قال لك بس ده يعني ادوني الايحاء اني هروح النادي هلاقيه يقول لي ده اتنقل راح حته تانية، لان طارق حامد لم يعد موجودا. شوف انت النهارده مين اللي هيفتكر طارق حامد؟ يعني انت جبت مشي لعيب وجالك 3 4 لعيبه، احنا مش بنقلل في قيمه اللاعب، احنا بنتكلم على عظمه مدير فني واداره لنادي الزمالك قدرت تتعامل مع الازمه. بالظبط، هي يعني دي الفكره، ان في لعيبه مهمه جدا ولكن تعاملك مع الازمه كان عامل ازاي يا فندم. الاداره ايضا لم تهتز، يعني ايه؟ ادوا ميعاد لطارق حامد، طارق حامد ما جاش، قالوا له شكرا. يعني خلي بالك برضو دي رساله مهمه جدا طبعا. بتتقال لمين؟ بتتقال للعيبه طبعا. انت اللي خسران مش انا اللي خسران. ولذلك شوف هقول لك حاجه، انا خدها مني وعن يعني عن يقين، بن شرقي رغم ان هو سافر ورغم ان هو اختار حياه اسريه ماشي بشكل محترم جدا وحياه اسريه وبتاع، بن شرقي لو رجع بيه الزمن لورا شويه مش هيسيب نادي الزمالك. نادي الزمالك ده حاجه، ده قيمه كبيره قوي قوي صح. وما تعرفش حجمها الحقيقي الا لما تسيبها. صح. كمان هنتكلم على مصطفى الزناري، ولكن تعالوا نشوف فيديو تقديم مصطفى الزناري اللي النهارده الصفحه الرسميه لنادي الزمالك نزلته، ونشوفه ونكمل كلامنا. مصطفى الزناري مدافع نادي الزمالك الجديد القادم من طلائع الجيش، يعني مدافع قوي، مدافع شرس جدا جدا. ولكن على ذكر فيديو مصطفى الزناري، فما ينفعش نشوف الفيديو ده وما نشوفش الفيديو برضو الرائع بتاع دونجا، فنشوف فيديو دونجا ونعلق على الاثنين مع بعض. يعني فيديوهات رائعة جدا، وسوشيال ميديا الزمالك عاملة شغل قوي على فكرة. جدا جدا جدا، يعني الحقيقة اللي ماسكين كمان السوشيال ميديا في الزمالك الحقيقة غير ان هم زملكاوية قوي، فهم عاليين قوي في الفن في ابداعهم، فبيجمعوا ما بين الكفاءة والثقة. زناري متهيألي برضو كده، أحمد مخلوف وأستاذ مصطفى الجويلي، طبعا تحياتنا ليهم جدا. دفاع الزمالك برضو كده في امان، الزمالك بيدعم خط دفاعه بلعيب جديد مصطفى الزناري، لعيب قوي شفناه وتابعناه مع طلائع الجيش، بالتالي الناس كلها برضو شايفه طلائع الجيش الونش جه من كام سنه، فالناس متفائله ومستبشره بالمركز ده، ودايما طلائع الجيش بيكون متعاون مع نادي الزمالك جدا في الصفقات جداً المهمه جداً دي صراحه. لا وغير كده كمان المساله فيها مصالح متبادله، انت بتديني لعيب وبديك لعيب، يعني ميزه الحقيقه الاختيارات السنه دي بالذات انه راحه في الايه اللي انت عايزه بالظبط بتاخده. صحيح. مش بالضروره الاسم ما يعني، لا مش رايح الم لعيبه كتير، مش جاي محتاج ايه. بالظبط، انا محتاج ايه، وكل واحد فيهم اتشاف كويس قوي، واخد بال حضرتك، يعني برضه ووفق رؤيه فريرا. يعني فريرا بيقشر، وبعد كده هو بتبتدي بقى تتحول الـ هذه الأحلام إلى واقع، والواقع إلى حقيقة. ولسه إن شاء الله يعني عندنا ثقة كبيرة جدا في لعبتنا، عندنا ثقة كبيرة في الإدارة الفنية، إدارة نادي الزمالك، إن نقدر ونشوف في الفترة الجاية كمان أسماء، ونادي الزمالك هيكون سعيد في الفترة الجاية في ظل اللي إحنا بنحارب في كل الجبهات وبنحارب في كل المواقف الصعبة، ولكن نادي الزمالك مكمل ومكمل في كل البطولات وفي حصد البطولات. بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن نادي الزمالك، وكمان لازم نروح لمنتخب مصر، بس خليكم معنا بعد الفاصل.
شاء الله الدوري يفضل زملكاوي. وسؤال اخير لحضرتك قبل ما نروح للمنتخب، علشان الدوري يفضل زملكاوي والبطولات كلها تفضل زملكاويه، ايه اهم عنصر الزمالك يعمله عشان يحافظ على البطولات؟ هو انا بس عايز في نقطه كانت هتفلت من دماغي دلوقتي كنت عايز اقولها لحضرتك. طبعا مجموعه اللعيبه اللي نادي الزمالك جابها تعاقد معاها ولسه هيتعاقد مع البعض الاخر، كلهم في الاخر خالص هتلاقيهم فيهم صفه واحده بس او فيهم صفات مشتركه مش ما كانتش موجوده في الاجيال الاجيال اللي قبل كده. يعني مثلا هتلاقيهم كلهم من الناحيه الاخلاقيه 10 على 10، ودي نقطه مهمه جدا. انا يعني عديت تقريبا لقيت في ثلاث عناصر بيجتمعوا معاهم. نمره 2 الشخصيه، شخصيه متعلمه مثقفه احترافيه محترفه، عارفه يعني احتراف. نمره 3 انهم ممكن تقول عليهم عايزين بطولات، ما عندهمش تخمه الفلوس والشهره، هم لسه محتاج يعمل مجد شخصي ويحط اسمه في تاريخ نادي كبير. اللعيب بعد فتره بيلاقي نفسه عمل كل حاجه فبيبقى ما عندوش الحافز، يعني بنسميها في اي شغلانه كده، بيحس ان هو في المنطقه الدافئه او في السيف زون، بيحس ان هو في منطقه الامانه بالظبط، خلاص انا مهما عملت انا في الحته التمام. لازم لما اللعيب لما يبقى عنده الرغبه دي دايما، الحافز ده بيبقى بيخليه يدي افضل وافضل. صحيح. وعشان كده الاختيار ده انا واثق انه ما كانش عشوائي. يعني احنا طبعا بنتكلم عن فريرا، فريرا بيصنع المكسب، ولكن المكسب يبدأ من المكتب. حلو ده، المكسب يبدأ من المكتب، واخد بال حضرتك؟ المكتب اللي انا بقصده مكتب امير مرتضى منصور، مكتب المستشار مرتضى منصور. بغض النظر عن، يعني انا مش عايز الحقيقة اقول كلام كتير قوي وبين الى اي مدى هم تعبوا وبذلوا مجهود، لان دي ده واضح، دي واضحه واضحه جدا. اصلها تبقى لو ما فيش مجهود او اتبذل مجهود على القد كان هتلاقيه في صفقه واحده، لكن لما تلاقيه في 10 صفقات انا بعتقد لا مجهود واضح كمان، مش في الصفقات بس، مجهود واضح من في كل بدايتهم حاجة. في كل حاجه الموسم اول ما جم والتعديلات وفريرا والاستقرار، مجهود واضح جدا. بس عجبتني الكلمه دي يا جماعه، المكسب يعني من استاذ علي بركه، يا ريت يكتبها على الاستاذ علي الشاشة. بركه المكسب يبدا من المكتب، يبدا من المكتب. لو المكتب مختل مش مظبوط، مش 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 على ارض صلبه، هتلاقيه يقع وهتلاقي بعد كده مفيش مكسب. كلام محترم جدا. وعايز كمان اروح مع حضرتك لمنتخب مصر. ايوه منتخب مصر عنده لقاءين وديين مهمين جدا، مش مهمين لاي حاجه غير للتجربه. فيتوريا عايز يشوف اللاعبين، عايز يبدا يحط ايده كده على بعض الاسماء، يقول خلاص ده القوام الاساسي لمنتخب مصر اللي ابدا اشتغل عليه مع بعض الاسماء. شايف اللقاءين الجايين ازاي واهميتهم ايه لمنتخب مصر والفيتوريا؟ هما زي ما سيادتك قلت دلوقتي، هما مباريات تجريبيه. عشان كده انا مندهش من التمسك بلعيبه الزمالك، خاصه ان لعيبه الزمالك يا استاذ محمد انت مش محتاج قوي تجربهم، انت عارفهم هما مين. يعني هل عندك ذرة شك في كفاءة زيزو او مثلا الونش ولا فتوح او امام او عمر؟ وخلي بالك امام بالذات، يعني رغم ان انا كنت دايما بحط عليه علامات استفهام وتعجب كثيره في 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 في, في حماسه الزايد اللي بيخليه يعني قد يبدو في تصرفاته ما تكونش مظبوطه قوي، بس هو عشان امام زملكاوي درجه ثالثه. ده زملكاوي درجه 15 ده، يعني عارف انت، ده انا شفت له صوره وهو قد كده اهو، صح، واخد بال حضرتك، صح، ولابس فانيله الزمالك وبتاع، اللي عنده حماس لاعب مع حماس جماهير. شوف لعيب عنده شخصيه جدا، لعب في كاس الامم فجاه احتجوه على مانيو، ساديو ماني، وقفوا وشلوا، واخد بال حضرتك. وبعدين في اي حاجه تلاقيه بيلعب وجندي مجهول، ما بيقولش لا تحطه هنا تحطه هنا تلعبه فين تلعبه جوكر، ما يقولش لا. فانا بعتقد يعني انه انت المدير الفني مش محتاج قوي ان انت تجربهم، لان انت اوريدي هم معروفين، ومعروفين دول ايه. صح. طيب بشكل عام فيتوريا محتاج ايه من الماتشين الجايين؟ هو بالتاكيد لا، يعني لا يسعى للمكسب، يعني هو يسعى فقط لارتباط
يخلي اللعيبه ترتبط بالمنتخب، يشعر اللعيبه انك انت تقدر تلعب وتقدر. ما ينفعش اخسر برضه. اللي انا قصدي عليه المكسب مش هو الهدف، مش هو الهدف. انت الهدف التجربه. وعشان كده برضه هو ما ابتداش بمنتخبات قويه كبيره، عايز ياخد الموضوع تصاعدي. هو عايز ياخد الموضوع تصاعدي، وبالنسبه له منتخب مصر، هو الراجل كان واضح من اول يوم جه فيه انه جايب مشروع، هو مش جاي يسترزق، مش سبوبه. واعتقد يعني انه هذين هاتان المباراتان انا اعتقد انهم ممكن جدا تكون في اطار هذا المشروع، يخدم هذا المشروع ان شاء الله، يخدم المشروع بشكل كبير، وكمان معاه كل اللعيبه المحترفه. ولكن ليا سؤال لحضرتك، هل شايف القماشه اللي موجوده من اللعيبه بشكل عام اللي ضمهم او اللي ما ضمهمش او اللي ممكن يضمهم في الفتره اللي جايه تساعده يعمل منتخب قوي، ولا برضو في بعض الثغرات في بعض المراكز؟ شوف يا ستة، برضو انت عندك يعني عندك مثلا حراسة المرمى من اقوى حراسة المرمى اللي في العالم. في العالم عندك حراس مرمى اقوياء جدا. عندك لعيب مصنف عالميا ضمن اهم واحسن ثلاث لعيبه في العالم. صلاح طبعا. يعني انت عندك المقومات البشريه اكثر من رائعه. انت اللي ناقصك ايه؟ شويه تركيز. ناقصك انك انت مدرب. ازاي اقدر اعمل انسجام بين اللعيبه؟ واحنا شفنا كمان، يعني احنا عندنا تجربتنا مع فريرا تخلينا نثق تماما ان المدرب يقدر بنسبه 80% يصنع حاجه. فما بالك بقى لما يبقى عنده قماشه على الاقل خالص 60-70%. لا، لازم يطلع شغل محترم. لو هو مدرب خبير، عينيه كويسه، شخصيته قويه، انا بعتقد انه ممكن جدا يعمل حاجات، يعني يذهب ابعد بكثير جدا من اللي احنا فيه دلوقتي. هل الحكم يكون من البدايات، ولا دايما البدايات بتكون خادعة؟ يعني مع كيروش بدأ بدايات صعبة والناس كلها تقول ايه ده، هو في ايه، هو بيعمل ايه، ايه اللي بيحصل، لما التشكيل غلط، وفي الاخر وصل بينا، لازم نديله حقه، فاينل افريقيا، وصل بينا لاخر مرحلة قبل كاس العالم، والاتنين للأسف من سوء حظنا قابلنا اقوى منتخب موجود في القارة. يمكن لو كان قابلنا اي منتخب تاني كنا نقدر نعبر الى كأس العالم، وبرضو الاتنين خرجنا بركلات الترجيح، فكان عنده باد لك شوية. يمكن ده برضو يقودنا لحتة ايه، ما هو ضربات الترجيح الجزاء. يعني كابتن علي ابو جريشة، وده يعني فاكهة الكرة المصرية طبعا، واحد من اهم الخبراء اللي جم في تاريخ مصر، ومن اهم اللعيبة كمان طبعا. كابتن علي ابو جريشة كان دايما يقول لي لما توصل لركلات الجزاء المدرب بيسلم امره لله، خلاص كده بقى بيبقى علاقته بال ماتش خلصت، علاقته بالماتش خلصت خلاص. تيجي بقى حاجات تانية كتيرة بتلعب دور. ايوه، ما هو مين اللي اهدر في ماتش السنغال اللي الصعود لكاس العالم؟ اقوى اثنين في مصر بيشوط ضربات جزاء صلاح وزيزو. يعني وحضرتك حتى على ملهاش كبير، ميسي ياما ضيع، المستوى العالمي ميسي بالظبط. يعني هي برضو الحكايه ضيعوا في لقاءات وبطولات، لقاءات وبطولات، ما ينفعش هم اللي يضيعوا، ما ينفعش هم اللي يضيعوا. فانا بقول لحضرتك علاقه المدرب وصل خلاص لركلات الجزاء، انا بعتقد ان كانت بتبقى علاقته انتهت، واحنا بننتظر. يعني ده برضو بياخدنا لحته الزمالك والهلال. انت برضو انت انا ما بعتبرش انك خسرت يعني ماتش 90 دقيقة، أنا متعادل، ولكن باد لك بالظبط، عدم توفيق بالظبط. حتى الكرة اللي عواد تصدى ليها كانت ممكن تقلب المجريات، كانت ممكن تقلب بالظبط، يعني صباعه عدى الخط كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. أنا النهاردة سألت الجماهير، وعايز أسأل حضرتك نفس السؤال قبل ما أعرف رأي الجماهير إيه، إزاي الزمالك يتعامل في الفترة اللي جاية أو في اللقاء اللي جاي؟ عندنا 14 لاعب فقط في القايمة، و ازاي يقدر فريرا يدعم لعبته، يتعامل ازاي؟ لا، وانا زي ما قلت لحضرتك انا ما اعرفش، ما عنديش معلومات النهارده بالذات، ما اتصلتش. انا بتكلم في الوقت الحالي، ممكن بعد ساعه يحصل متغيرات، بعد ساعتين يحصل متغيرات، بس انا لدي اليقين انه يعني ان معانا شخصيات وطنيه زي جمال علام، زي يعني دول مش هيتركوا المسألة الزمالك بالشكل ده. الزمالك يعني شيء بديهي جدا يعني، ولذلك انا واثق انه الموضوع ده هيتحل ان اجلا او عاجلا. عاجلا دي كمان ساعة يعني ممكن. مش انا بس عايز اقول حاجة للجمهور طبعا. انا برجو من جماهير الكرة المصرية، جماهير نادي الزمالك العظيم، انها تترك ادارات الاندية تشتغل. انت ما ينفعش تمثل هذه الضغوط على
إدارة أي نادي. صح. خاصة أنت بتتعامل بالنسبة للزمالك تحديدا، أنت بتتعامل في ظل يعني مناخ صعب جدا جدا جدا، ومسألة يعني عايزة أقول لك إيه يعني، جبال جبال جبال. فترة أنا محتاجة هدوء عشان نسيب الناس تشتغل. أنا بحس يعني المستشار مرتضى منصور الحقيقة لما بشوفه كده ويكون قاعد لوحده بحس أنه على ظهره جبال من الهموم، فمن فضلكم ما تضغطوش اكتر من كده، سيبوا اللي يشتغل يشتغل. وفي الاخر خالص بعد ما نقول احنا خلاص اعلمنا لكل الاسماء يبقى ساعتها انتقد او ارفض او اقبل. كلام محترم جدا. وتعالى نشوف راي جماهير نادي الزمالك ايه، وسؤالنا اللي كان على السوشيال ميديا النهارده، ما رايك في مقترح تاجيل مباراه الزمالك وبطل تشاب في دوري ابطال افريقيا؟ نشوف اجابات الجماهير ايه على السوشيال ميديا. الفارس الزملكاوي، مساء الخير عليك يا ادم، من وجهه نظري ما فيش حل تاني غير تاجيل المباراه، خاصه اننا من فتره توقف دولي، اتمنى المشكله تتحل والزمالك دايما كبير. كلام محترم. معتز بيقول مساء الورد عليك يا قضاء، انا شايف اننا نلعب المباراه، احنا كسبنا بره ملعبنا ونقدر نعمل نتيجه حلوه من غير الدوليين الزمالك ومن حضر. كلام محترم، ولكن بلاش نسيب نفسنا محض الصدفه. مستر محمد انور، مساء الخير والسعاده يا قضاء، بلا شك ان اقتراح التاجيل ضروري جدا لاستعاده الفريق قوامه الاساسي من اللاعبين، لان هذه مباراه رسميه وقوميه ونحن نثق في 11 لاعب يرتدي تيشيرت الزمالك وانهم يستحقون الفوز والوصول لدور ال 32 ان شاء الله افريقيا زمالك ان شاء الله. محمود خلف، مساء الخير عليك يا قضاء، اقتراح جيد ومناسب لاستعاده لعيبه نادي الزمالك، قوتها في مباريات وانسجام اللعيبه الجديده، وان شاء الله استاذها في 100 عقبه وكل التوفيق لنادينا الملكي العظيم، زملكاوي افتخر. محمد مصطفى، مساء الخير يا قضاء، انا شايف ان تاجيل المباراه الحل الانسب، خاصه في ظل غيابات اللاعبين من الفريقين، واحنا كلنا ثقه في اللعيبه الموجوده للزمالك ومن حضر، وان شاء الله الفوز والتاهل بفارق سكور بتوفيق ابطال. للاسف وقتنا انتهى، استاذ علي نورتني وشرفتني كالعاده. الله يخليك، ميرسي قوي قوي، وشكرا لحضرتك، وان شاء الله اللقاء القادم نتقابل ويكون الزمالك في احسن صحه وافضل حال ان شاء الله. شكرا جدا لحضراتكم، دي كانت نهايه حلقتنا، ودايما مساكم ابيض بخط الحمر.